ولذلك تعهدها بطلب العلم، تعهدها بتدارس مثل هذه الأمور، تعهدها بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، تعهدها بتدبر الآيات عندما يمر عليها الإنسان، يقف عليه كمثل هذه الآية، يقف عندها الإنسان. كل حد معرض، كل بيت معرض، لأن يكون فريسة لألسنة الناس في مثل هذه الحادثة أو في غيرها. ما صحيح هذا؟ كم من البيوت تقع فريسة للمقربين. تخبرني إحدى يعني الأخوات، وكانت يعني تسأل عن شيء من الأذكار وأمسكت في الأذكار ما شاء الله عليها، تقول أن أحدا من أهلها يذهب إلى بلاد بعيدة ليعمل لها شيء من الأعمال السحرية الذي يفسد عليها حياتها. تقول رأيت بنفسي، يعني تقول أنا أرى رؤى، وفي هذه الرؤى أشياء غريبة تدل على أشخاص من تلك البلاد أنا ما أعرف. تقول فتنبهت إلى النظر إلى الجواز، فنظرت إلى الجواز عدة سفرات إلى تلك البلاد، وأنا أعرف تقول من هذا الشخص، هي امرأة، أعرف منها حركات حتى وأنا نائمة، تقوم تبخرني وتقوم تسوي لك ذا وتقوم تخدمها ما شاء الله طيبة. زين، هذه النفوس إذا تركت صارت كالدواب، صارت كالدواب، وصار الحقد فيها دفين، ثم بعد ذلك ركب عليها الشيطان وصارت دابة للشيطان يحركها كيف ما شاء صباح مساء، لا تفرق بين حق وباطل. المهم أن تلبي رغبتها، لا، المهم أن تلبي رغبة الشيطان، أن تلبي رغبة الشيطان، وهذا أمر خطير حقيقة. يعني الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذه الأمور، الغضب، الحسد، كذا، يستغفر الله سبحانه وتعالى، يكثر الغيظ، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يتوضأ، يصلي ركعتين، ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يذهب من قلبه هذا الغل أو الحقد أو الحسد أو ما شابه ذلك، لا أن يتحرك في اتجاه رغبة النفس مباشرة فيستلمه الشيطان. وهذه قضية خطيرة حقيقة، يعني أفسدت على كثير من الناس حياتهم، قضية خطيرة أفسدت على كثير من الناس حياتهم. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك يصلون الخمس، في الغالب يصلون الخمس، ويصومون الشهر، ويؤدون ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من العبادات، يفعلون كل ذلك، ولكن هل له وزن؟ ما له وزن. إذا جينا وحطيناه في الميزان وقلنا لهم يا الله هذا هو المقياس، قيسوا، هل له وزن عند الله سبحانه وتعالى؟ ما له وزن. لماذا؟ لأن الحقد والإضرار بالآخرين صار لهم خطة ومنهج. وفي الإسلام لا ضرر ولا ضرار. كم من الأخوات تصل أعمارها إلى ما شاء الله تتجاوز 40 سنة، ويتقدم الرجال الخطاب ولكن يذهبون. إحداهن تخبرني، أكثر من واحدة تخبرني، تقول يأتي الخاطب وينظر النظرة الشرعية ثم يذهب، إما أن يصاب بشيء إذا كان عازم حقيقة، أو أنه يراني كأنه رأى شيطان، وتقول أنا أجمل أخواتي، ويصرح، هو يصرح بذلك لقريباتها، يقول أراها كأنها شيطان، عندما يعزم ويتقدم يقول أراها كأنها شيطان. وطبعا هي تعاني من أشياء بسبب ذلك الحقد الذي أدى بصاحبه لأن يفعل لها أعمال سحرية. فتجد الواحدة يتساقط شعرها، مسكينة فتاة في عمر يعني الشباب، يتساقط شعرها، وتجدها لا تجد لذة مثلا للنوم، الآلام تغزو الجسد، عندما تذهب إلى المشافي وتقوم بإجراء الفحوصات ما يظهر شيء في الفحوصات ولا يظهر شيء في الأشعة أبدا، فتبقى حائرة، هنا أروح؟ ما أعرف أعالج نفسي، فتقذف بنفسها إلى المعالجين. قد يسخر لها الله سبحانه وتعالى معالج في قلب في 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 داخله قلب إنسان فيعالجها، وقد تصطدم بإنسان هو ذئب في حقيقته، وقد تصطدم بإنسان جشع
يأكل من أموالها ما يستطيع. واحدة تخبرني تقول أنا أدفع للمعالج، أنا وزوجي أدفع للمعالج شهريا ما يقارب 100 ريال مدة سنة كاملة. سنة كاملة تدفع له راتب شهري 100 ريال، يأخذ على الزوج 50 ويأخذ عليها هي 50. وعندما نتكلم طبعا نحن لا نعمم، هنالك من المعالجين من هم فعلا يعني يحملون هموم الناس، ولكنهم لما تفرغوا لذلك أخذوا أجورا. نحن لا نقدح في هؤلاء، وإنما نقدح في الذين أضاعوا سيرة الجميع. ابتزاز، هذا يبتزون الناس. ولذلك نوجه الناس إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع الواقعة على الواحد. كم من الحالات عندما بدأت تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ذهبت عنها الكثير من الأعراض، ذهبت عنها الكثير. فهنا القضية قضية أسرة وقضية تربية. يعني الذي يسمع الكلام أو يسمع الموعظة عليه أن يتبناها مباشرة. لماذا؟ لأنه شخص واحد يتكلم في محاضرة أو يتكلم في درس أو يتكلم مع إخوانه في أسرته، كم سيشمل هذا من المجتمع؟ وأنتم ترون المجتمع القريب أكثره لا يحضر، أكثره لا يحضر، من يبلغ أولئك؟ فهنا تبقى مسألة الأمل في الجيل القادم. الإنسان يربي الأسرة، هذه الأسرة قد تكون من 3 أشخاص ثم يبارك الله سبحانه وتعالى فيهم فتكثر الأسرة وتتمدد وتتوسع وتنقسم إلى عدة أسر، وتكون هذه التربية فيهم، ويكون قائم هناك شخص قائم على تربية الأنفس مجاهد قدر المستطاع، لا يظهر نفسه بالضرورة متصدرا حتى لا يكرهه الناس يعني، ولكنه يعني ينشر بينهم الخير بالطريقة التي تتقبلها قلوبهم. تفضل الشيخ.